السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو بإذن الله سنقوم بنقل شتلة الجهنمية القلبرة كما تشاهدون. سأضعها معكم في حوض جديد سيكون معلق بإذن الله، بحيث أننا سنزرع الجهنمية في الحوض المعلق. سأستخدم بذلك معلاق الملابس كما تشاهدون. هذا السيخ سأقوم بفرده، سأحتاج اثنين في البداية كما تشاهدون. قمت بفردهم بالكامل كما تلاحظون، بحيث أننا سنقوم بإدخالهم الآن معكم في أسفل الحوض من الفتحات التصريف من الأسفل. ما أهمية أن يكون هناك فتحات تصريف جيدة لتصريف الماء الزائد، وأيضا تربة مختلطة كما عودناكم في الفيديوهات السابقة. وأيضا نحتاج قطع الفلين سنضعها في أسفل الحوض، فتابعونا لنهاية الفيديو لتتم الفائدة. وبإذن الله سيكون هناك منظر جميل في المستقبل عندما تكون النبتة معلقة والنمو يكون للأسفل مع تواجد الزهور. أنتقل معكم الآن إلى الشتل الأم لنشاهد نمو الشجرة للأسفل. فكما تشاهدون الآن هذه الشتل الأم التي أخذت منها العقل، وتشاهدون الزهور في الأسفل نموها دائما للأسفل. هذه القمة النامية تتجمع هنا الورود، وأيضا تبدأ في تفتح أغصان جديدة ونموها للأعلى، ثم بعد ذلك تسقط للأسفل بهذا الشكل. أيضا هنا تشاهدون الشتلة التي طعمناها على الشتلة الحمراء، تشاهدون النمو للأسفل كما تشاهدون. فراح يكون هناك بإذن الله نمو جيد في المستقبل إذا تم تعليق النبتة في الأعلى. هذه تجربة أول مرة أعملها، وبإذن الله يكون لدينا منظر جميل في المستقبل إن شاء الله. تابعونا لنهاية الفيديو لتتم الفائدة. بداية في عملية إجراء تعليق الحوض، كما نشاهد لدينا هنا فتحات تصريف الماء في الأسفل، أربع فتحات. سنقوم بوضع السيخ في أحد هذه الفتحات، ثم نخرجه من الفتحة المقابلة. يكون بهذا الشكل. أهمية أن يكون متساوي الطول في الأعلى كما تلاحظون. ونأتي بالسيخ الآخر وندخله مع الفتحة الجهة المقابلة. كما تشاهدون بنفس درجة الاستواء ملتقيان في المنتصف تقريبا. الآن نقوم بالضغط عليهم من الجهات الأربع بحيث يكون السيخ مستقيم. حيث يتم تثبيته جيدا على الحوض، فعند التعليق لا يكون يميل أحد الجوانب على الآخر. بهذه الطريقة كما تشاهدون يكون السيخ يدخل من جهة ويخرج من الجهة المقابلة، علامة إكس كما تشاهدون. ويتم تثبيتها في الأعلى بحيث تكون بنفس الطول، وبحيث يكون جمعهم بعد نقل الشتلة وتثبيتها في الحوض بهذه الطريقة وتثبيتهم جيدا. فتابعونا لنهاية الفيديو. الآن نأتي إلى نقل التربة والشتلة للحوض. نضع في البداية قطع البلين في الأسفل
ستكون بحجم مناسب بحيث أنها تغطي فتحات التصريف في الأسفل كما تشاهدون، تقريبا بارتفاع 1 سنتي إلى 1 سنتي ونص تقريبا. الآن نأتي إلى أن نقوم بوضع التربة. نضع كمية مناسبة تقريبا في الأسفل، أضغطها ضغط جيد خفيف، ثم نأتي بالشتلة ونضعها في المنتصف بحيث أن نقيس مستوى الأصيص على التربة ومحاذاة التربة القديمة لهذا الحز الذي يكون في عادة في الأصيص. تقريبا نترك مسافة 2 سنتي أو 3 سنتي من الأصيص في الأعلى تكون خاصة لمياه الري. الآن بعد أن قمنا بقياس مستوى الأصيص نقوم بإخراج الشتلة من الأصيص بهذه الطريقة، نضع ضغط خفيف من الأعلى على جوانب الأصيص من الأعلى ومن الأسفل، بعد ذلك نمسك الشتلة بهذه الطريقة ثم نقلبها ونضغط ضغط خفيف على الأسفل. تشاهدون بداية الجذور تخرج من الأسفل، نقوم بقلبها تشاهدون جذور النبتة وصلت إلى أسفل وبدأت تلتف. الآن نقوم بتثبيتها في منتصف الأصيص، نثبتها جيدا في المنتصف ثم نضيف التربة حول النبتة. نحاول توزيع التربة حول النبتة جميع الجهات ونضغطها جيدا حتى نخرج الهواء الذي يكون داخل التربة. مهم جدا أن تكون التربة جيدة التصريف خفيفة جدا. الآن انتهينا من إضافة التربة وضغطها حول النبتة بهذه الطريقة. يتم توزيع أغصان النبتة على مستوى الحوض. الآن نقوم بتثبيت هذه الأسيام أو الأصياخ. نقوم بتثبيتها وربطها جيدا في قمة متساوية في الأصيص. نقوم بربط الجهة المقابلة بهذه الطريقة. الآن تشاهدون بعد الانتهاء من نقل النبتة، نبتة الجهة النمية الجلبرا، إلى حوض معلق بالإمكان وضعه في مدخل المنزل أو وضعه في مجلس الحديقة ويكون في المستقبل بإذن الله متدلي للأسفل بأزهار جميلة جدا. الآن يتبقى علينا فقط ري النبتة ثم نختار لها المكان المناسب لتعليقها. في هذه الفترة، فترة سكون النبات خلال فصل الشتاء، يفضل أن نقوم بنقل جميع النباتات التي تتوفر لدينا وتحتاج إلى نقل. وبالنسبة للري بعد النقل مهم جدا أن يكون ري مباشر، ونضع في الماء مادة المبيد الفطري أو يكون هناك لدينا منشط جذري بالإمكان أن نضيف ما إذا توفر.
ويكون الري في الأول ري غمر حتى يتم تصريف الماء من أسفل الأصيص. مهم جدا أن أتأكد بعد الري يكون تشبع التربة بشكل كامل، ويبين ذلك بعد تصريف الماء من الأسفل. بالنسبة لإضافة السماد للنبتة بعد النقل، يفضل بعد أسبوع من النقل أو بعد 10 أيام نبدأ في تسميد النبتة سماد عالي الفوسفور، فبذلك نعمل على تنشيط الجذور جديدة للنبتة، وأيضا يحفز النبات للتزهير. وفي الختام دائما لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.